بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد سيدنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تلامذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا هذا في مادة التربية الإسلامية تحت عنوان الاقتداء ليوم الخميس 9 أبريل 2020، 15 شعبان 1441. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألتزم هدي النبي الخاتم. الربط الاهتداء التذكير، نعم بالدرس السابق قلنا الإحسان. الإحسان قلنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي استحضار الله تعالى في سائر أعمالنا لنبلغ مرتبة الإحسان. تأملوا معي تلامذة الأعزاء الآية 20 من سورة الجن بالصفحة 89، خذوا الكتاب المدرسي. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سورة الجن الآية 20. إذن هذه الآية تدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لنقرأ تلامذة الأعزاء الحديث الذي رواه عبد الله بن هشام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه السلام: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه لانا، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. جيد، تلامذة الأعزاء، قال إذن هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. إذن بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، والذي نفسي بيده. هنا يقسم بمن؟ بالخالق عز وجل. يقول: لا تقل هذا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن. معنى أنه الآن، الآن كمل إيمانك يا عمر. إذن متى تأكد الرسول عليه السلام من شدة حب عمر له؟ تأكد الرسول عليه السلام لما قال له عمر: الآن يا رسول الله. لما قال عمر: فإنه الآن، أي لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لماذا تجب محبته؟ لأنه حبيب الله، وهو مرشدنا إلى طريق الحق والصواب، ومنقذ البشرية، ومخرجها من غياهب الجهل إلى نور الإيمان. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، جاءنا أو أخرجنا من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان، أي نور الحق. جيد، لنقرأ. نعم، هنا أكتسب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أن يميل قلبي ميلا يتجلى في تفضيله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد والناس أجمعين، وذلك لما خصه الله به من كريم الخصال وعظيم الشمائل، وما امتن به على العباد ببعثته ورسالته. تلامذتي الأعزاء، لاحظوا معي الخطاطة الموجودة بالكتاب المدرسي لنرى علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. من علامات الاقتداء به، أي أخذه قدوة، أي نعمل بما أمرنا به ونجتنب عما نهانا عنه، نتبع سلوكا وعملا. نصرته،
نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه، كثرة الصلاة عليه. إذن دائما نعم يجب أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عن علي أن رسول الله قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن هذا يسمى بخيل، الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. إذن وجوب الصلاة عليه، اتباع ما أمر به. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا، يجب أن نتبع فيما أمرنا به، نعم، من صدق وإخلاص ووفاء وأمانة ونعم غير ذلك مما يتصف به. كما قالت نعم عائشة لما سألوها عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. إذا القرآن جاء شامل ونعم لكل ما يجب أن نتصف به. اجتناب ما نهى عنه، أي أن نبتعد عن ما نهى عنه، لأن ذلك نعم من الأشياء أو من الأمور السيئة. نعم، تلامذتي الأعزاء، نعم خذوا معي نعم استخلص، وحاولوا تسجيلها على نعم الدفتر الدروس. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء وليست ادعاء، فالصادق في محبته عليه السلام هو من سار على نهجه واقتدى به سلوكا وعملا وتشبت بسنته قولا وفعلا واهتدى بهدي القرآن كلام الله المنزل على خير الأنام محمد عليه السلام، وذلك بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وذلك لاكتمال شرط الإيمان. قال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. تلامذتي الأعزاء، إذن فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وذلك قلنا كما سبق الإشارة، قلنا أن نقتدي به وننصره ونصلي عليه ونتبع ما أمرنا به ونجتنب عما نهانا نعم عنه، لذلك ليكون إيماننا كاملا. فمحبته يجب تفضيله على النفس وعلى المال والولد نعم وكل شيء، إذن لننال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وليكون تكون محبتنا صادقة له. إذن لاحظوا معي، أقوم تعلماتي: ما شرط اكتمال المسلم؟ إذن شرط اكتمال المسلم أن يكون نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. جيد، إذن بعد قراءتنا نعم للحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو شفيعنا يوم القيامة، ولأنه نعم منقذنا في الدنيا من الزلات ومن الخطايا ومن الآثام، أي نعم إنه جاء نعم بأشياء أنارت لنا طريقة أو درب الحياة، وذلك لنيل رضا الله والفوز بجنته إن شاء الله. تلامذتي الأعزاء، بهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتمنى جميعا من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء ويزال عنا هذا الحجر الصحي ونعود إلى أقسامنا عاجلا غير آجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.